واخرتها تغريد. يا بنتي انا سبتك براحتك، قلت يمكن تروقي، لكن كده كتير. تغريد يا حبيبتي، بلاش تخلي عذابي عذابين. انتي اللي بتقولي كده يا ماما؟ في جواز بالغصب والاكراه؟ نعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه؟ أنا بنتكم، حرام عليكم تبيعوني. أنا وأبوكي ما بعناش يا تغريد، أخوكي وأختك كسروا ظهرنا، واللي بعنا إحنا التلاتة يا حبيبتي الزمن اللي جرى علينا، صاحب البيت، العقد العزم ان هو يطردنا ويخلينا فرجة في المنطقة كلها، واكتر من كده يحاربونا في رزقنا، لقمة العيش بيخطفوها من بقنا. عارفة يا تغريد، انا مش هممني اي حاجة، إذا كان على التعب إحنا ياما تعبنا، وإذا كان على الشقة أحد الشقي هي الشقة اللي إحنا شقناها. أنا اللي فارق معايا الرعب اللي ساكن جوايا ووجع قلبي، خايفة على أبوكي صدره طالع نازل زي ما يكون قلبه عايز يفط منه، خايفة إذا غريت، خايفة يطب ساكت، وأنا أبوكي بنسأل اللي خلقنا حسن الختام، بس نعمل ايه يا بنتي؟ الموجة عالية علينا قوي قوي، واحنا لا بنعرف نعوم ولا حتى نضبش. خلاص يا ماما، اللي انتي وابويا انتوا سلامتكوا عندي بالدنيا، والله العظيم انا الموت عندي اهون من ان اشوفكم مكسورين والعم خانقكم. بعدين هو حد عارف الجوازه اللي بتصيب من الجوازه اللي بتخيب؟ ما هو الجواز عامل زي البطيخ، لازم يتشق بالسكينه عشان يتعرف اذا كان حلو ولا ماسخ. مين اللي حجدنا السعادي؟ خليك انا هقوم اشوف. السلام عليكم، ازيك يا عروس؟ اهلا. ازيك يا حماتي؟ اهلا وسهلا يا ابني، هم قاعدين فوق. اطلع يا ابني البيت بيتك، انت مش غريب. بسم الله. يلا يا بنتي عشان نطلع. زباين انت يا ماما وانا حصلك. ساتر عليكو. ايه عاملين في نفسكم كده ليه؟ دي جوازه مش جنازه. عايزين نعمل ايه يا نواره؟ نرقص ولا نغني؟ نفرح ننبسط. تغريد وخلاص عرفت مصلحتها وحس انها وافقت على الجوازه، يبقى خلاص ملوش لازمه النكد اللي احنا قاعدين فيه ده دلوقت، ولا ايه يا شيخ معتمد؟ قبل ما تسالي معتمد اسال ابوك الاول، ولا انت عايزه تعملي فرح كداب؟
أصل الكذب لا ينفع في الفرح ولا في الحزن، بيبقى مفضوح، وإحنا مش ناقصين فضايح كده. ولا أنا كلامي غلط يا شيخ معتمد؟ لا، كلام حضرتك مظبوط وسليم، محدش يقدر يقول فيه أي حاجة. لكن طالما أن القبول والرضا قد حصل والمناسبة سعيدة، فيجب علينا أن نتعامل مع هذه المناسبة بما يتناسب معها. أنت بتفتي على هواك يا جوز أختي؟ القبول والرضا اللي أنت بتتكلم عنهم دول حصلوا بالإكراه وبلوي الدراع، وياريت على لوي الدراع وبس. تلفتوا الحبل حوالين رقبتنا وشدته بكل قوتكم. يعني ايه الكلام ده يا تغريد؟ هو انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ ولا ماما قالت كلام غير الكلام؟ انا ما رجعتش في كلامي يا نوارة، وهتجوز العريس بتاعكم بس بشروطي. سهلة سهلة والحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله كل هذه الشروط ستكون محل استجابة. شروطي المهم فيها لازم أقولها للراجل اللي هيبقى جوزي. مني ليه عدل؟ منك ليه ده إيه؟ هو الشيخ معتمد مش قد المهمة دي يا تغريد؟ قد بقى ولا مش قد؟ هو معتمد هيبقى معايا أنا والعريس ليلة الدخلة عشان يقوله على شروطي؟ أنا اللي عايزة أقوله، وهو بالمرة أشوفه وأتكلم معاه ويبقى فيه معرفة قبل الجواز. صراحة البنت عندها حق. حق إيه بس ياما؟ مش جايز تفرض عليه شروط تخليه يعدل عن الجوازه دي؟ يبقى خير وبركه. وحدوا الله يا جماعه. لا اله الا الله. احنا ان شاء الله لازم نسعى في الخير. تغريد يا بنت الاصول. سامعاك يا معتمد. شيخ معتمد يا تغريد، عيب كده خلي عندك دم؟ ده جزعته انه عايز يسطرك؟ يا ام عتبه طولي بالك شويه. خلاص يا عروسه، انت عندك شروط عاوزه تقوليها للعريس منك له. ايه هي بقى الشروط التانية اللي مش مهمة في نظرك؟ مش عاوزة فرح. عندك حق. ولو اتجوزت لا انت ولا مراتك تخشوا لي بيت. براحتك، بس احنا يا اختي بيتنا هيكون مفتوح لك، وجايز بعد الهنا والعز اللي هتشوفيه تغيري رأيك في حاجة تانية يا تغريد. امال قبل ما الجواز يتم لازم ابويا وامي يكون عندهم سكن تاني بعيد عن هنا. انت عماله تبني في حيطه بالطوب والاسمنت عشان تعملي اللي في دماغك؟ بلاش الشرط ده، خليه بعد الجواز مش قبله. قبل الجواز يا نواره، عشان احفظ لابوكي وامك كرامتهم، بدل الناس ما ياكلوا وشهم ويقولوا شوفوا اللي فسخ خطوبه بنتهم عشان يجوزوها راجل كبير وغني. لله الامر من قبل ومن بعد. يلا يا ام عتبه، جهزي نفسك وجهزي الولد عشان نسيب اهلك يرتاحوا، وانا عن نفسي هبلغ الشيخ عتبه برغبه العروس، والتوفيق من عند الله عز وجل. سلام عليكم. يلا يا روز. بقولك ايه يا بنتي، الهم اللي نزل علينا اتلم كله واتحط على دماغك انت يا غلبانه. انا مش غلبانه يا ماما، مش عايزه حد يواسيني ولا يحسن عليا. انا مش اول البنات اللي تظلم ولا اخرهم. كل حكايه بس ما ترجع عليا المره دي زي ألف ليلة وليلة. السلطان كان له كل يوم عروسة جديدة يقتلها قبل ما تشرق شمس النهار. خلي أملك في ربنا كبير، محدش عارف شمس بكرة هتطل علينا بإيه. عارفة يا ماما، أنا مش زعلانة من نور،
والله العظيم ما زعلانة منها، أصل حالها زي حالي ويمكن أوحش. أنا عارفة إنها لازم تسمع كلام جوزها، في إيديها عيل وفي بطنها عيل، عايزة تعيش. بس اللي زعلانة منه بجد وعمري ما أسامحه أبدا عاطف، عشان أتخلى عني وأنا اللي كنت مسنود عليه. كلنا يا بنتي كنا مسنودين على أخوك عاطف، وإحنا لينا مين غيره؟ بس نعمل إيه إذا كان بعنا قبل ما يبيعك وبين عليه باع نفسه؟ تغريد رسيني يا بنتي، ناوي علي إذا كنت عايزة تقولي لأ قولي، مش هنشوف غير اللي مكتوب لنا. خلاص يا ماما أحمد نشي، أنا عارفة إنه مش هيرجع تاني. عارفة ليه؟ عشان بني آدم بجد عنده كرامة وعزة نفس. أنا هتجوز يا ماما، بس مش لحساب نوارة ومعتمد، أنا هتجوز لحساب أهلي ولحساب نفسي، والله بقى عاجبهم على كده أهلا وسهلا. تطلع البيع كسبانة ولا خسرانة محدش عارف النصيب. اهدى كله اهدى كله، فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ، انت كتبت الكلام ده ازاي يا روح امك؟ ايه يا حاجة؟ انت مش ناوية تجيبيها لبره ولا ايه؟ اه يا واطي، دلوقتي بقيت حاجة؟ على كل حال يا ابن بتاع البسبوسة، لازم تعرف ان اللي طلع البغل المدنة هو بس اللي يعرف ينزله. في ايه يا مدام؟ الواحد يعني حرام يهزر معاكي شوية. هزار عن هزار يفرق، يلا. وبعدين تطلع مين بسلامتها؟ عامل لها ده كله ببلاش؟ لو دي الصاروخ امال منى السعيد تبقى ايه؟ دي تنسيها خالص، دي بالنسبه لك بسريايه. انا عايزك تركزي مع القاروص الدنيس، السمك الكبير اللي انت هتقطعيه ترنشات براحتك يا استاذه. ما تقوليش الصور طبعتها ودي حاجه تاخرها عليا، وانت اديتيني فرصه. الصور دي لازم تدرس وتتفحص بس بعيد عن عينين الناس. هي ممكن تكون مكالمه خاصه يا استاذه. ما انا عارفه انها خاصه عشان كده عاوز ارد. الو، ايوه مجله زهره الربيع، الاستاذ عاطف ربيع؟ ايوه موجود، بس انا مش هسالك انت مين عشان عرفتك من صوتك النعسان. على فكرة صورتك على الغلاف تجنن، ازيك يا أنسة فرحة؟ انت مش فرحة الرقاصة؟ رقصة مين يا ولية انت؟ انت اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ انت متعرفيش انت بتكلمي مين؟ ايه السفالة وقلة الأدب دي؟ خد شوف الشرشوحة بنت الشرشوحة دي تطلع مين وقولي، عشان حطين عيشتها وعيشة اللي جابوها واللي يعرفوها. بنت الكلب. الو، ايوه انا عاطف ربيع، ازيك يا نوار؟ عامله انت وجوزك؟ معلش حصل سوء تفاهم، اللي كانت بتكلمك دي مديرتي في الشغل. تطلع مين نواره دي؟ ثانيه واحده نواره، دي اختي اللي كانت في السعوديه ورجعت. اه عشان كده ضايقتها قوي كلمه رقاصه، شوفها عاوزه ايه. الو يا نورة، والله مشاغلي كتير. حاضر يا ستي، حتى لو مش موضوع مهم انتي وحشاني اصلا. اجيلكوا فين؟ طيب اديني رقم السويت.
حاضر يا نوارة، مش هنسى. مع السلامة. أختك قاعدة في سويت وشرشوحة؟ وبعدين بقى؟ مفيش في مصر كلها فندق مستواه يقدر يوصل لمستوانا، وخاصة الملهى الليلي بتاعنا. وأظن أنت عارف يا مستر شوشة، إحنا بنستعين بكبار الفنانين والفنانات. ما إحنا كمان كبار، شوشة طلع المجلة. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ. النسخة دي عشان حضرتك. جميل، جميل جدا. أمال إحنا عاوزينك ليه؟ طب اقرأ المكتوب عني. هقرأ على مهلي، المجلة معايا، لكن دلوقتي عايزين نتفق. نتفق؟ واي نوت؟ 500 جنيه في الليلة، أنتي والفرقة الموسيقية بتاعتك. كده ما ينفعش يا خالد بيه، وعلى رأي المثل، اطبخ يا جارية كلف يا سيدي، أنا عشان أرقص الرقص اللي يناسب الفندق الألاجة ده، لازم تكون الفرقة اللي معايا 100 100، ودي تكلفتها غالية، ده غير الألحان الجديدة وبدل الرقص. النجاح مسؤولية، مش عايزة أقول لك. لا، أنا في الحقيقة محتاج إنك تقولي لي. أنتوا مش شغلتوا رقصات قبل كده؟ طبعًا أكيد. اسمهم إيه؟ كل المشاهير. نجوى، فيفي، منى، كلهم نجوم. طيب لما ببقى نجمه بقى يبقى كلمني. على فكره يا انسه فرحه، اللي بتعمليه ده مش اصول. يكون في علمك يا خالد بيه، انا نجمه في المكان اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، وما عنديش استعداد ارقص في مكان تاني وانا نص نجمه. خلاص يا انسه فرحه، اعتبري انك ما سمعتيش اي حاجه، ونبتدي من الاول. استبينا. طلباتك؟ قول انت. 800 جنيه زيك زي. انا مش عايزه اكون زي حد، ودي اول حاجه. هو في ايه تاني هنتفق عليه؟ ليا اوضه طول مده العقد. الاوضه دي عايزه موافقه المدير العام شخصيا. خلاص اعرض الامر عليه. ربيع، عطف جاي يصالحك. وبعدين ده ايه؟ لا انتوا مالكمش غير بعض، ولا والبنتين مالناش غيركم. الف الف مبروك يا ابني. عقبال كده يا رب بشوفك ومدود، وانت معاك الشهاده الكبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. اصل نوره بتقعد تحت الدش 24 ساعه، وانت زعلانه ليه كده على النظافه؟ شايف دلع بناتك يا ابو عاطف؟ قاعد كده ليه يا ربيع؟ قاعد والسلام. والقعاد هيكون ايه غير كده يعني؟ امال انت لابسه جايه ليه كده يا سميحه؟ ده لبسي بتاع كل يوم. انت مش هتخرجي مع بنتك تحضر المقابله دي؟ هي مش عايزه. وليه مش عايزه؟ سألتها ما ردتش عليا. اسأل أنت، يمكن تقولك. مش هتاخد أمك معاك تحضر المقابلة دي يا تغريد؟ مش عاوزة أتعبها. بعدين الموضوع بقى يخصني انا لوحدي. يا بنتي احنا خايفين عليكي. انا اللي بقيت خايفه عليك يا ماما. وبعدين انا سمعت كلامكم طول السنين اللي فاتت دي لغايه امبارح. اظن من حقي ان اسمع كلام نفسي. ان شاء الله مش هتاخر. برضه هسمع كلامك. هروح بتاكسي وارجع بتاكسي. خلي بالك من نفسك، ربنا يسترها عليكي. مالك يا ربيع؟ الحمامة البيضة اللي كانت عايشة معانا طارت يا سميحة، والخوف عليها لتبقى طير جارح. Thank you.
الساعه دي اللي هي القيامه. مش بالقوي كده يا معتيم يا اخويا، دور لنا في قناه تشوف لنا فيلم ولا حاجه، ولا احنا هنفضل نتفرج على كره مجدنيه وبس. سبحان الله يا نوار، الراجل ده عنده قبول غير عادي. طب يعني ايه الساعه؟ يعني لان رسول الله جاء والساعه زي ما قال انا والساعه كهاتين الان الاخر. ايوه ده ما نجيت ما فيش الا الساعه بعد. طيب اهلا يا عاطف. ايه ده معتمد؟ انا عندي فكره انك بقيت شيخ، بس ما اعرفش انك بقيت شيخ واعر قوي كده. سبحان الله، زي ما انت ما اتغيرتش، ربنا يهديك. اتفضل. امال فين نوارة؟ نوارة عاطف يا دكتور يا جدعان. حبيبي اخويا، وحشتني وحشتني قوي يا اخويا. ما فيهاش حاجه دي يا شيخ معتمد. ها دي اختي، ما فيهاش حاجه لا عيب ولا حرام. تسلم لي يا اخويا. ليه؟ ايه ده ابنك؟ امال هكون سلفاه يعني يا عاطف؟ تعالى يا عقبه سلم على خالك. تعالى تعالى. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عقبه. ان شاء الله هذا الشبل يكون من ذاك الاسد. انا بقول تهدى كده يا اخ عاطف، عشان عاوزينك في امر هام جدا. يا روزا روزا، تعالي دخلي عقبه جوه. وما دام مفيش حدث ما نعرفش الذي حاج ابراهيم في ربه. الله، كلامك والله زين. صدقيني لما اقول لك اني مرتاح لك مره، اوعي تحسبيني شايب. لا انا صحيح كبير في السن، لكن قلبي شباب، وباذن الله اني قادر احميكي واسعدك انت واهلك. انت جالسه وياي من نصف ساعه، يعني من 30 دقيقه، لكن والله أكن أعرفك من 30 سنة. ياه 30 سنة؟ ده أنت على كده بقى تعرفني من قبل ما أبويا وأمي يتجوزوا. والله خفيفة الظل يا شيخة، خفيفة الظل وسكر. إحنا مش هنفضل نعيد ونزيد في الكلام، ولا إيه يا معتمد؟ معتمد مالوش دعوة بالموضوع ده يا عاطف، ده حتى كان محرج يتكلم فيه. محرج يتكلم دلوقتي وهو مهندس الجوازة كلها؟ وبعدين قلتوا إنها موافقة بشروط، يبقى الكرة دلوقتي في ملعبكم، نفذوا الشروط ويبقى خلصنا. اختك اللي تتشكي في قلبها، اللي كنت فاكرها عربه طلعت حيه منقطه راسها والف سيف، ان ابوك وامك لازم يسيبوا الحته كلها. عندها حق، الحته دلوقتي لا تناسب لا بابا ولا ماما ولا احنا كلنا. عداك العيب. وزي ما عرفت يا عاطف ان صاحب البيت راسه والف سيف ان يطردهم منه، يبقى ابوك وامك يلزمهم سكن جديد، والعريس الجديد يجيب شقه هديه لحماه. يبقى مش ناقص غير الفرش. سهله، تتقسم بينكم انتوا الثلاثه. احنا التلاتة مين يا شيخ معتمد؟ حضرتك ونوارة والأنسة تغريد، وكله بشرع الله. على حسب شرع الله انا النص وهما الاتنين النص التاني. حبزة يا حبزة في عين اهلك، دي مش تركة هتتوزع. بقولك ايه، يا تظبط المشيخة اللي انت لابسها دي هتخش تحلق دقنك وتتكلم عوج زي زمان، وفي الحالة دي اقدر اعدلك. سبحان الله، عراي المثل، نهيتك ما انتهيت والطابع في اخرس. يا راجل يا ناقص، لحسن عليا الحرام من دين يربيك من الشباك. جرى ايه؟ جرالكم ايه؟ السنين اللي فاتت دي كلها ولسه مجرين تصفوا لبعض؟ خلاص يا عاطف قسمها انت براحتك وبلاش كده. المسألة مش مسألة شقة وفرش، دي فلوس شهرية لازم نتفق على حصة كل واحد فينا. انت جيت يا ولا يا رجب؟ لا رئيس، الصراحه لسه ما جيتش. كانتك مصيبه. انت عارف عامل زي ايه؟ بتستحلب وتتدحلب وبتهرب من مراتك كاننا متجوزين بجد يا ولا. خالص والله يا رئيسه، مش القصد، انا حتى كنت قاعد بره على باب المخزن. يا راجل، طب روح بقى ولع النور بتاع المخزن كله كله كله. ايوه يا اخي، انت مالك؟ انا اللي بدفع الكهرباء، روح نور النور. امرك. اللهم صل على النبي. ايوه كده، البت الصحفيه كلامها موزون وعين العقل يا رجب. ايه رايك في النور يا ولا؟ النور حلو،
النور حلو وجميل برضه يا ريسة. النور بيبقى أحلى وأحلى ما يبقى في الحق مش في الباطل. إيه رأيك يا ولا؟ والله بعد رأيك مفيش رأي تاني. يعني موافق. يا ريسة المكسب مضمون والخسارة مش هتأذي حد لا قدر الله لو حصلت. ده لو كسبنا. يا ريسة أنت كسبانة كسبانة إن شاء الله. في حد يبقى عايز يعمر خرابة وما يبقاش كسبان. قول يا رب. يا رب. عارف يا ولا يا رجب، نفسي اشوفك باشا قد الدنيا كده ومالي مركزك، والناس ترجع تندهلك باسمك الطبيعي عادل، وتعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش، وهطلقك يا جزمه. وهجيب لك بنت سنيوره صغيره كده على قدك تتجوزها، اجوزك وافرح بيك. نفسي اربي لك ولادك يا رجب. الله، ده حلم جميل قوي يا ريسة. بس حلم وماله، ما لازم نحلم. بس الغتاتة بقى انك تكون بتحلم حلم حلو قوي ويخش عليك حد غتة يصحيك منه. بس ان شاء الله الحلم ده هيتحقق يا رجب. عارفة ريسة ايه؟ لا مؤاخذة يعني، انت لو كنت اخف من كده شوية ها كنت خدتك على دراعي ولفتك اللفة بتاعت السيمة ورحت واخدك شقلباز وجايبك على دراعي التاني. شقلبوك ما قمتش ولا تعادلت. ما انا خفيفة يا ولا وزي الفراشة اخف منك. والرأس يا اخويا واللف والدوران ده ياما عملته. الصلاة على النبي. كان زمان بس السبقك للنبأ. وبما انك بقى كده مزفلط ومحفلط ودهلي بنزين وفازلين، شكلك كده رايح تتصرمح يا رجب. بنزين ايه وفازلين ايه يا ريسة؟ ايه الكلام ده؟ وعزة الله سرمحة بريئة. غاية ما هناك بس هروح اقعد مع الرمم شوية على القهوة وبعد كده هخش السيمة. ولا اوعى احترم نفسك كبيرة يا قمر. انت حر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ابي يا واد ما تخليك قاعد معايا النهاردة. ايه يا ريسة شغل اللي متجوزين ده؟ الله خليك معايا واقعد معايا وبتوحشني. وفي ايه؟ خلاص ايه ماسورة وضربت في بقك ما تقعدش. وما انك بقى راجع وش الصبح بعد السرمحه دي، تعدي على الجرنان تروح للبت الصحفيه تقول لها ان انا عاوزاها وان انا خلاص هنفذ. ماشي. السلام عليكم يا اصيله ابو القمصان. سلام يا حبيبي رجب. خلي بالك من نفسك يا ولد. كله على الله. ولاد الايه نسوان، انما ايه زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكله على السرير ايه تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شو يا انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز، لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا أنا شغل مخي في أي حاجة تخطر على بالك إلا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا. مستحيل. أنت مش هتعمل حاجة. أمال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة، صحفي من قبرص. المهم تكوني مالية إيدك منه. طبعا مالية إيدي، ما هو من النوع بتاعك. بس قبرصي وبيقبض كمان. بس أنا أفضل بعيد، ماليش دعوة. عاوز أقول لك حاجة، ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد. والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. Thank you.
داخل ايه؟ البيت دي مش معقوله. اتفقت مع التاكسي ووصلك في سكتي. لا يا حبيبتي انا قاعده شويه يا دوبك خلص السيجاره بتاعتي. يبقى خلي بالك وانت خارجه. ها ماشي عشان الجو بره ساقع قوي. ما تقلقيش. صباح على خير يا كروانه. انت من اهل الخير. الشغل مش عاجبك بلاش منه. انتي تقعدي في البيت وانتي ست الستات، واي حاجه في الدنيا تكون عندك من قبل ما تطلبيها. بس والنبي بلاش عياط والنبي. اوعي تقولي كده تاني. اوعي تقولي ما في الشغل. انا لا عايزه ابقى ست الستات ولا ست الملوك يا ستي. انا عايزه الشغل. انا ما اقدرش ابعد عن الناس وهي فرحانه، وما اقدرش ما يبقاش في شغل. وانا كنت احلم، أنا كنت أحلم مبسوطة أشوف نزالي شفتها للادي. أنا بقيت خمس نجوم. أول مرة في حياتي أشوف الناس بتسمعني وهي بتسلطة. ربنا يباركك، ربنا يباركك ويسترك زي ما سترتيني. وقت الستر نفسه اللي هيخلق بيا. معلم رجب المز. هدوم العز يا اغلى فرخ في المنطقه، بس احنا عاوزين نفرح معاك. وايه المناسبه بقى يا معلم فهد؟ من غير مناسبه. الله، هو يا جدعان عيب ان الواحد يفرح من غير مناسبه؟ لا مش عيب. خلاص هي كده. انا فرحان من غير مناسبه، وعايز افرحكم معايا برضو من غير مناسبه. من غير مناسبه، من غير مناسبه. ولا حلبه ولا. ايوه يا عمنا، اوعى تفوت حد ياض ما يشربش. لو واحد ما شربش هدو على وشك ميه سخنه. يلا يا ولاد الذين يا مصيره. يبسط يا عم، عمك رجب الفرخ بيمس عليك بازازه بيره. اشرب واستمخ. Thank you.
مين اللي عمل فيك كده يا راجل؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ما شفتوش غيري والله ما اعرفوش غيري. في ايه؟ في ايه؟ رجب؟ في ايه؟ كل اللي طلعولي قدامي غلبتهم يا رئيسة، بس اللي غلبني جايلي من ورا ظهري. لا لا يا